أعوذ برب الفلق، شيطان؟ إيه، قال عم يطلع له ويحكي معه. والله أنا خايف عليه كتير، يعني معقولة أعلاته طاروا المرة؟ وكر الله لك ابني الله يرضى عليك، شو عم تحكي أنت تف من تمام؟ هذا أبوك بده يكون صايبه وسواس بعد الحادثة اللي صارت معه. إيه وشو حلتها هاي؟ يعني شو بدنا نسوي له؟ رح أعطيك شوية ينسون لك أبي، بتغذي له إياهم وبتشربي إياهم، بيهدي لي ينسون، شو بدنا نعمل؟ ولا إلا؟ امشي معي، امشي معي، أنا حروح بنفسي لعند منه على البيت. أخي منشوفه نطمن عليه. امشي أبي امشي معي. يلا. أهلي يا ميسان. أهلي بريد عشري، صاع النوم أخي. شلونك اليوم؟ والله اليوم تمام تمام تمام. ايش يا عم شارك ما تتوجع شيء؟ شو عم يجعني؟ لا الحمد لله تمام تمام. لك أبو عصام لك أنا الدعشري قال عم يجعني شيء. هاي اليانسون عمي، حطها على جنب. لا عمي حطها على جنب. كيفك يا بي؟ أهلين يا بي، معروف الحمد لله تمام اليوم تمام. هذا صبحي ابنك لك الدعشري، صبحي هذا معروف الله تولاه رحمة الله عليه. معروف معروف مات، بس حبيت هيك يجيب اسمه على لساني لأني اشتقت له، اشتقت له كتير. لك بتمنى انه يرجع ولو مرة واحدة هيك صغير وشوفه واحمله بين ايدي وهزله لحتى ينام. شبنا لك يا معروف، شبنا ان احنا ما صدقنا على الله انت هيك شديت حيلك ووقفت على رجليك. لا حول ولا قوة الا بالله. لك ابني الله يرضى عليك، هلا بس هيك يفطر اليانسون ابقى شربه اياه، هيك بيهديه وبيروقه ويمكن يحط راسه وينام ويرتاح. حالته للإداشري كل مرة لورا. يا والله يا زعيم، أنا طلعت من عند منه من هون ورحت بوشي على الخستخاني، سألت كل الحكمة اللي هنيك قالوا لي حالات الغرغرين مثل هي ما لها دواء ما بتشفى. فهمنا بالذي يعني شغلته ما لها حل. الله أعلم يا أبو شهاب، الله أعلم. مشكلته الحمى ملازمته دايم الدوم خص نص بالليل مسكين. الله يتراقب لحاله. والله ما لها دواء. بس الصبح كان بالمضافي ما كان باين عليه شيء. طيب هي ابو خيري الطنبرجي ما نقطعت رجله بنفس المرض، وهو رجال كبير ليك وطاب وتعافى وما شاء الله عليه ورجع كانه ابن 40. يا ابو خاطر بجوز ابو خيري لحق حاله قبل ما يمد فيها اللعين. يعني ما بنقدر نرجعه الخستخانه حكيم؟ بجوز يقدروا يعملوا له شيء، ولا شو رايكم ناخده على مستشفى الطلياني؟ سمعت هني كل الحكمه جايين من برا. ما منا رجا والله يا زعيم، ما منا رجا، لا طلياني ولا فرنساوي حتى. والله ما في غير الدعاء، الله يتلطف فيه. شلون صار عمي؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا صهري، كل ساعة شكل. امبارح كان كثير عم يتوجع. كتر خيرك انك ساعدتني بتغيير اوعي. لا يا صبحي الله يسامحك، نحن اخوي. صهري اوعى تحكي لاختي شو صار، ما بدي تاكل همه اكثر من هيك. هي التانية بكفية اللي فيها. لا معقول احكي لها؟ يا اختي المسكينة بالبيت ما لها شغلة وعملة غير خدامة امي العازة، كمان بدي اشغلها بابوها. الله يقويها، اذا سألتك عنه الا صار منيح. هلا المهم طمني، كيف الشغل؟ ماشي الحال، مستورة الحمد لله. يلا يا ابي جاي دقيقة وراجع. لا لا اسمع لأقول لك، انا بدي اتيسر، اذا اعتزت شي بتخبرني. ها السلام عليكم. الله معك سوري. الله معك. في اللي سيكا. حاضر يا ربي. امبارح شفت منام خير ان شاء الله. قال شفت حالي لابس ابيض بابيض وعم امشي ببستان هيك مليان ورد، شيء احمر على شيء اصفر على شيء ابيض بياخذ لحق. وشفت أمك وأخوك معروف قاعدين هنيك. أمك كانت عم تطبخ حرها بأصبعه
شافتني ضحكة قالت لي جيت بوقتك ابن عمي. هلا كنت عم بقول له لمعروف انه ابوك بيحب هالاكل كتير. اللهم اجعله خير يا ابي، اللهم اجعله خير. لك صبحيه لك صبحيه معروف خصميه شفيها وينهم كلهم راحوا تركوني لحالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طمني كيف أبوك شلون صار؟ منقول الحمد لله، جاي على باله ياكل حراقة بإصبعه، قام رحت لبيت أختي وطبخت له الطبخة. الله يشفيها يا حق، هاي محنة يا ابني بمروا فيها كل بني آدم، والإنسان لازم يصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. تفضل يا ابني تفضل. يا ابي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شو يا ابي صبحي اجيتوا؟ امشي يا ابي امشي فوت لجوا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابي شو طالعك لبرا؟ كنت خليكم مرتاح بالاوضه. والله يا ابي كان بدي اياك تلف لي سيكار. تكرم عينك يا ابي، رح ضل لف لك تتون لتقول حاجه. جيب لك ابو عصام يا ابي. شو بده يفيدني ابو عصام؟ خلاص يا ابي خلاص، الظاهر انه مياتي خلصوا من الدنيا. لا تقول هيك يا ابي لا تقول هيك، الله يخلي لي اياك ويطول بعمرك وتعيش لتشوف اولاد اولادي. تريك من ايدك يا ابي تريك، ومفتاح هذا الصندوق في بجواته صندوق خشب صغير جيب لي اياه. حاضر. مسيك يا مسيك. شو هاي؟ مسيك اللي ردها. خليها معك، ومهما صار ومهما جرى تأكد إنها مع الحلال، ولا يخطر لك تكي إنها مع الحرام. ورحمة أمك ورحمة أخوك معروف هي عطاني يا أبو شهاب. هي لما حرست له البوايكية من السرقة والحرق مسيك مسيك ضبها وخليها معه مسيك. بس يا ابي ليش عم تعطيني اياها؟ ما تخليها معه. انا ما عاد يفيدني مال الدنيا.